مرحبا مواليد برج القوس، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 21 للأحد 27 أيلول سبتمبر؟ هيدا الأسبوع بندخل بالجزء الثاني من شهر سبتمبر. يلي ما سمع برجه لشهر سبتمبر بتلاقوا الرابط لائحة الأبراج لشهر سبتمبر بالوصف لهذا الفيديو. بهذا الأسبوع بيبدأ فصل الخريف، يعني الشمس بتنتقل من برج العذراء لبرج الميزان. هذا معناته أنه أنتوا رح تبلشوا ترتاحوا، رح تبلشوا تنبسطوا، رح تبلشوا تفرحوا، رح تزيح عنكم الضغوط النسبية ابتداء من لحظة وصول الشمس لبرج الميزان الصديق لكم. فكيف بدها تكون الأحوال الفلكية لحتى تختاروا اليوم الأنسب لشغلكم ولأعمالكم؟ التنين 21 سبتمبر القمر موجود ببرج العقرب. التنين هو يوم صعب من الايام القليلة الحظ بهذا الاسبوع وبكل شهر سبتمبر، فترة فارغة من الحظوظ تستمر حتى الساعة 10:30 المساء توقيت بيروت، يعني 7:33 دقيقة المساء التوقيت العالمي. بينتقل القمر عندئذ بتلك اللحظة بينتقل لبرجكم، وبتدخلوا بفترة مهمة جدا فعالة جدا بتوصلكم الى القمة. يعني في فرق 180 درجة بين التنين لما القمر بيكون ببرج العقرب وبين التنين لما القمر بيصير ببرجكم. عم شدد على النقطة لانه في مشاهدين بيتابعوني من القارة الامريكية، وبالتالي من بعد الظهر الامور عندهم ممتازة يوم التنين. التلاتة القمر موجود ببرج القوس، وعلى 4:30 بعد الظهر تنتقل لبرج الشمس لبرج الميزان فبيقوى حظكم بعد اكثر واكثر. الاربعاء القمر ببرج القوس كمان ببرجكم، الحظوظ ولا اروع من هيك، اجمل الفترات، وبيبقى ببرجكم حتى الخميس الساعة 2:17 دقيقة فجرا توقيت بيروت، يعني الاربعاء 11:17 دقيقة المساء توقيت العالمي. رح اوقف هون شوي وذكركم وقلكم انه فترة وجود القمر ببرجكم هي الفترة الأقوى، الأكثر حظا، الأنجح والأكثر فعالية. عملكم، فعاليتكم، إنتاجيتكم، الضوء الأخضر موجود خلاله من أهم الأيام بشهر سبتمبر. عم بحكي فلكيا. فرجاء إذا عندكم أمور مهمة حطوها بهذه الفترة لحتى تطلعوا منتصرين. وأي شيء ناطرين جوابه أو بدكم جوابه خلال هالفترة مفروض يوصل الجواب. الخميس 2:17 دقيقة فجرا توقيت بيروت بينتقل القمر لبرج الجدي اللي هو بيت المال بالنسبة لإلكم، وبيبقى ببرج الجدي حتى السبت الساعة 9:09 دقائق صباحا توقيت بيروت الصيفي. فترة وجود القمر لبرج الجدي قد تحرك بعض المسائل المالية، بعض المسائل المهمة ماليا، أو يمكن ناحية تقييم أو ناحية ميزانية أو معاملات بيع وشراء. فيها تكون فترة بناءة ممتازة وحلوة كتير، لكن كمان من ناحية تانية في احتمال أنكم تنجرفوا وراء ميولكم رغباتكم ويزيد عنكم المصاريف، فكونوا حذرين. السبت الساعة 9:09 دقائق صباحا توقيت بيروت الصيفي القمر بصير ببرج الدلو. هيدا وصول القمر لبرج الدلو بفتح العقل، فكل السبت وكل الاحد لانه الاحد كمان القمر برج الدلو هي فتره قويه جدا فكريا، طاقاتكم فكريا وجسديا هائله هائله. انا بعتقد انه السبت والاحد ما راح يهدى مولود برج القوس. النشاط الحماسي التفاؤل والاهتمامات كثيره وعديده، فتره مميزه للتنقل للكتابه لكل أنواع المساومات والمفاوضات. ما حدا بيقدر يسكتكم، أفكاركم رائعة، فترة مهمة جدا للدراسة للكتابة وللعمل وللتسلية إذا بدكم. فمثل ما شايفين معي كل هذا الأسبوع ممتاز باستثناء يمكن يوم التنين فترة وجود القمر ببرج العقرب. المواليد اللي بعتبرها أكثر حظا من غيرها هي 8 ل 16 ديسمبر، من 8 ل 16 ديسمبر. ليه؟ لأنه في تأثيرات حلوة من الزهرة اللي عم بتنقل ببرج الأسد. للمزيد من التفاصيل بتلاقوها بالأبراج اليومية. رجاءً تسمعوا برجكم لشهر سبتمبر. باي باي.